هلا اجباري بدي اشجع البرتغال خيو انه عم يلعب مع ايران، وايران هدوء لنا خيو. ان شاء الله خيو هيك شيء 3 خيو 0 للبرتغال باذن الله. بالنسبه للمباراه مباراه حلوه كثير، وانا بشجع البرتغال. البرتغال فريق بيستحق انه يفوز. تمنيت انه تكون نتيجه افضل من هيك، يعني 1-0 انتهت هلا بالشوط الاول، وبتوقع يعني انه تكون بالشوط الثاني انهيار كبير للمنتخب الايراني. بشجع البرتغال انا، وكان اداء الشوط الاول ممتاز كثير للبرتغال، يعني سيطر على الملعب وسيطر على اللاعبين. اي منتخب رح يكون عم يلعب مع المنتخب الايراني، فتلقائيا انا رح اشجع المنتخب الثاني ضد المنتخب الايراني. انا مشجع البرتغال، والاداء يعني كان جيد كثير بالنسبه للبرتغال. هلا حاليا في ضربه جزاء لصالحهم، ان شاء الله دخلوا جول اول شيء واحد، هلا ان شاء الله الجول الثاني. هلا هن بالشوط الاخير بالدقائق الاخيره 6 دقائق اضافيه، هلا ب6 دقائق اضافيه يعني خالصه المباراه ان شاء الله لصالح البرتغال. رونالدو ضيع ضربه جزاء، وهلا باخر دقايق انحسب ضربه جزاء ضدهم. هلا تعادل لوحدات، مستنى بلكي رونالدو يعمل لنا شيء حركه يكسبنا اللعبه، وعم نستنى لنشوف.